السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم رحلة في عالم البحار. عالم البحار عالم مليء بالأسرار أبدع الله في خلقه للمخلوقات البحرية، منها ما هو مكتشف والكثير منها لا نعلم عنه شيئا، أو فيه الكثير من الأسرار لأنه يعيش في أعماق البحار. وتتميز هذه الأسماك بشكلها الانسيابي الرشيق حتى يساعدها على السباحة والحركة ومقاومة ضغط الماء. فهناك ما يسمى بالسمك الطائر لأنه مزود بزعانف تشبه الأجنحة، ومنها ما يملك كشافا ضوئيا تستخدمه في إفزاع العدو، ومنها ما يطلق غمامة سوداء تعمي عيون أعدائه. أما تنين البحر يجعل نفسه يشبه الطحالب البحرية حتى يبقى متربصا لفرائسه. فعالم البحار عالم يزخر بالسحر والجمال. الفكرة العامة من النص: عالم البحار عالم غامض مليء بالأسرار. الأفكار الرئيسة، طبعا كل فقرة لها فكرة. الفقرة الأولى: عالم البحار عالم مليء بالكائنات العجيبة. الفقرة الثانية: التلاؤم بين أشكال الكائنات ووظائفها. الثالثة: خواص عيون السمك. الرابعة: طرق التمويه والتخفي عند بعض الكائنات البحرية. الخامسة: الكائنات البحرية في قاع البحار وما تشكله من لوحة فنية جميلة. البحر آية من آيات الجمال تفتن الناظر وتسحر العيون. الكلمة والمعنى، يعني كلمات صعبة أو مفردات صعبة هي معانيها مكتوبة. يسخر معناه يفيض أو يمتلئ، المتأمل الناظر، الانسيابي شكل رشيق يساعده على الحركة، وهبها أعطاها، خصمه عدوه، المناورة الخديعة، مفلطحا منبسطا تتجلى تظهر، إفزاع تخويف، الدامس الحالك أو ظلمة شديدة، التمويه الإخفاء، غمامة سحابة يعتريه يصيبه، يبخ ويرش معناها يحاكي يشابه، متربصا مترقبا، الإجهاز الهجوم، يصد يدفع، تآلفت انسجمت، لا يضاهيها لا يشابهها، مطبق شامل، ترشف تمتص، أهداب شعيرات دقيقة. معاني المفردات الصعبة في النص مع الأفكار والمعاني، مع الأفكار عفوا الأفكار والمعاني نكتبوها كامل على الدفاتر.